بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استودنا قد قيسان إسان كسر وذا برنامج كي قيمها يقايها بدنا فتاوى على الهواء مباشرة، أما أن أبحني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبرنامج كي فتاوى ذا وسؤاله جوابها إسلام كأه يقف والبوح أبهن يهي يسوي دينج العلوم ذا برنامج كاسو حد كدعوة إسان حرمت الصومالي ساعت مقالة برمنغهام ودن كإنجريسك وحا برنامج كدادي هنا يا عبد الرحمن محمود حرسي عبد الرحمن تجويد وحا مرتئي واه وسيدة بضم مرتئي كواه شيخ عثمان علي فارح ودنك بدي حيقف فديه وحان له إن شاء الله تعالى شيخ عثمان كسر أو برنامج كان وحاوة برنامج كاقي وبرنامج كي إن شاء الله تعالى تتك أوفا إذي جرتي. بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى شيخنا. برنامج كي نمان تحكو ساب سيني هاي وانا ويجي هرك وحكسو هاللي نويجي لسواد عفيرهن جورك يقويسك وحكو ساب سن يوحلا دي على إدمايو كتعلقة سيدا وحوي نكاحة يقارم حكم كيسة يوحلا يراهو وقدم بيسي مسافة يو مهر حتك وحلا يراها ما حلا يراها قطب سيراتك وحلا مذا وشيك السؤو دين تينا كم مذا ومحاوي دادك مهم واعي يعني إن شاء الله تعالى كسو قاضينا وما أنت وحاوي إسلا علاقة برنامج كميت علاقة للاوي وحاوي وحلا يراه الطلاق أما فرنينك فرنينك ورت وحاوي شيخنا وحان لين هاي ما أنت فرنينك وحكم كي سمحوي هاي ما بنا أنت هاي وحا سيز وح بنا المياء إن محوس نقونا يا مثلا قويسكو مركو إسفوريو ويا وحا كده لنا يا iyo waxaan leenahay oo kale gabadhu ma u banaantahay inuu ninku ay ku tiraa ninkeeda ka codsato ifur inay tiraaho sabab iyo sabab la'aan ba sidii ay insha Allah ta'ala aan hawshaas xukunkeedu ogaano insha Allah ta'ala waxaan ku soo dhaweynayaa Sheikh Uthman insha Allah ta'ala anigoo barnaamijka ku qaadanigi doona arrimo badan oo ku saabsan furniinka iyo waxa ku tacaluqa barakallahu fiikum sheekhna barakallahu fiik Sheikh Abdurrahman waan idin salaamay adiga iyo daawadayaasha walaalahaana daawanayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين حدي كجوابي تقول سؤالي أهد فرينك يحكمك وليه شرعك إسلامك مرك الله في ريو فرينك وشيء لقب مرمانة إن شريعة لغو صدر أيوها سببتو قورك مركا لباق دا قوف إس قور سدان دين توحي كدو ليدي أو أي ربتي إن قويس كاسو أون نغدا قويس وارا أو إسكون نغادا أو نبد إي إسفهم كوة دا جوغا لكن حالة ده قار أيا وحان إعي كارا إن لبادي قفوت إسفهم وايان إن لبادي قفوت جعلانتي iy kal gacaylkii rabay inay ka dhaxayaan ay ka dhaxay waayaan oo dulmi iyo dhibaato iyo shido isku hayaan markaasna hadii la yira la isma furi karo ay ka dhalanaydo inay dadkii ku jiraan ciqaab aan dhamaan iyo cadaab aan laga bixin sidaas awgeed ayaa shariicadu sidii ay u sharciyeeday oo ay u jideeyday oo ay u keentay guurka oo kale ayay waxay sharciyeeday furinka oo wax la ogol yahay ay shariicadu ka dhigtay لكن حكمك أولي هاي مركز لفيريو علماء انتو ذا بدان جمهور تا علماء سيدة تصالحان يبدأيهين مذاهبتا حنفيقة مالكة شافعية ذا جمهور تا سيدة علماء ذا سيبدأيهين يقيب أولي بحنا بلاذا كميدا وحيقبان إن أصلك فرينك أولي هاي وحسك بنان لكن مركي قف لبدا قفود او اس اس يعني اسفرايا لو فيريو اي احكامته ام حكمك او يلنا اي كلا بدلنا كرتو وايغو خليين غودهان marka hore wa shay halal ah oo mubaah oo banaan ay waxyo badan soo dalay soo dalishanayeen oo kamidiyaha tusaalahan qawluhu ta'ala la junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun la junaha alaykum ay ilahi ka cabira macna wax dambiya iyo wax dhibaato ah
iyo wax daalaca oo la isku raacaa inaysan jirin haddii raggu ay xaasaskooda furaan iyagoon u galmoon. Marka aayaddaasoo kale iyo waxay soo dalishanayaan tusaale ahaan in rasuulku uu furay xaaskiisii xabsa ahayd kadibna uu soo ceshaday iyo arrimo badan oo sidaas kale soo dalishanayaan waxay leeyihiin sida asalka ah ama sida uu ku taagan yahay ama aasaaska uu ku qotomo furinku waa shay bannaan. laakiin hadhowbito marka la fiiriyo labada qof oo isfurayaan ayuu mar wuxuu noqon karaa waajib, mar wuxuu noqon karaa sunno, mar wuxuu noqon karaa karaahiyo. laakiin asalkiisa hore iyo meesha uu ka imaanaa iyo saldhigiisu halkaas ayuu noqonaa. oo waxay leeyihin tusaale halkaas waxaa kasoo horjeeda marka culimmada intooda badan qayb kale oo culimmada ka mid a ay u badan yihiin culimmada xanaabilada, iyagu waxay leeyihiin asalka furinku waa wax aysan diintu jeclayn, wax wanaagsan maahan, waa wax aan qurxoonayn. waxyaabaha ay soo dalishanayaan waxaa ka mid a tusaale ahaan xadiid cabdullaahi bni cumar cinda abi daawuud wabni maaja anna rasuulullah sal alayh wasalama qaal abgadu lxalaali ila allaahi talaaq. xadiidkaas cabdullaahi bni cumar ay soo warinayaan oo ay ku xuseen kutubtooda abu daawuud iyo ibni maaja iyo ayaa waxaa ku xuseen waxa mubaaxa ah ama shayga bannaan oo ilaahay necab yahay, midka ugu sii necab yahay inuu yahay furriinka. xadiidkaasay soo dalishanayaan, laakiin xadiidkaasu xagga cilmiga xadiidka markii loo kaco waa xadiis daciifa. xadiidka markii kutubta xadiidka loo raaco mar nin la yiraa muxaarib ibnu dithaar, muxaarib ibnu dithaar nin la yiraa ayaa marna wuxuu toos uga warinaa rasuulka salawatullahi wasalaamu calayhi isagoon sheegin ciddii uu kasoo tabiyey, isaguna rasuulka ma soo gaarin. marna wuxuu maraa cabdullaahi bin cumar oo wuxuu leeyahay waxaa xadiidkan ii sheegay cabdullaahi bin cumar, cabdullaahi bin cumarna wuxuu kasoo tabiyey rasuulka. xadiidkaas sida raajixa ah oo culimmada xadiidka raggiisa ku fara dhuudhuuban oo miciyo weynta sida ay qabaan sida imaam addaara qudni kitaabkiisa alcilal uu ku sheegay ibnu abi ninkaa la yidhaha abu xaatim arrazi sida wiilkiisa uu kasoo tabinayo kitaabkiisa cilal ibnu abi xaatim iyo culimo kaleba waxay leeyihiin xadiisku waa mursal. mursal macnihiisa haddii la yidhahna waa qeyb ka mid a xadiiska daciifka oo taagta daran oo iskaartada oo maaragtay aan awoodda lahayn. marka xadiisku waa iska xadiis daciifa xadiidka sheegaya abgadu lxalaali ila allaahi talaq iyo arrimo kale soo dalishanayaan. marka iyagu waxay leeyihiin wax la jecel yahay maahan furinku, sidaas awgeed wixii laga furso waayo oo dhibaato loo qabo oo daruuri noqda keliyaha la ogol yahay, laakiin sida kale wax wanaagsan maahan. intaas haddaan ka tagno, qofka gabadhu ninka waa la gartay, isaga ayaa gacanta furinku ugu jira oo markuu rabo xaaskiisii furi kara, markuu rabana haysa kara. gabadhii iyada ma loo ogol yahay inay tiraahdo ninkeedii ifur. arrintaas culimmadu way ka hadleen, waxaana jira xadiis abu daawuud iyo axmed iyo ibnu maajah ay warinayaan oo laga soo wariyey thawbaan oo sheegaya in rasuulku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayha ayuma mara'atin sa'alat zawjaha aliq min gayri ba'sin faxaraamun calayha raaixat ljanna. xadiiskaas wuxuu sheegaa in rasuulku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi islaan kasta oo ninkeeda ka dalbata oo ka codsata in uu furo iyadoon wax dhibaato ah oo ay qabtaah oo aysan jirin waxaa xaaraan ka noqonaya raaixada ama carafta jannada inay hesho. xadiidkaas ayay culimmadu soo dalishanayaan oo waxay leeyihin haddii aysan islaantii dhibaato ku qabin ninkeeda lama rabo oo looma ogola in ay codsato in ninkeedu furo. laakiin haddii gabadhii ay ninkii dhibaato ku qabto oo dhibaatadaasu dhibaato xagga akhlaaqda la xiriirta ha noqoto, dhibaato xagga diinta la xiriirta ha noqoto, dhibaato xag dhinac kale ha noqoto, haddii laakiin dhibaato ku qasbayda iyo dhaqan xumo iyo maaragta dabeecad xumo uu ku hayo iyo wax lamidu hadday jiraan, markaas waxay leeyihiin way bannaan tahay inay codsato inuu iska furo oo markaas inay ka baxdo dhibaatadaas iyo kadeedkaas iyo shiddadaas ay ku jirto. shareecadu way u ogoshahay, waana sida saxda ah xadiidkaas sida laga fahmayo. xadiidka marka culimmada qeyb xoogaa daarana jira, laakiin
ابن حبان يغيره علماء كلام حليه حديثك وحديث سجان وصحيحة. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا، الله كبركيو. تلفونك هو رأي إن شاء الله تعالى أنا جو برنامج كان ودحض مرايو وعن قيبه أن قلت لك إن شاء الله تعالى إن كجاهد للسؤال هكسكو أي قيب نص دي منتهي. بل إن شاء الله تعالى وحنكور مرايا بل تلفون كان إبراهيم أولندا نقص وعي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. وسد أول بارك الله فيك. شيخ بارك الله فيكم، عن شعلان لها موضوع مرك هوري عدا أكهد لي سيد آدو أمان سعون مرك هاركي إنو اللاي في هاي أيمن تلفون كقاتي مرك وحن دوني إنو كويديو لبس سؤالوت إن شاء الله. يعني حرير لا يلا إنك لما هو بل لكن سؤال شهر وحويا مع الود وحكرني كهدي شيخ كهدي تلفزيون كأويري بعد كن شينك اللي هذا شينكو دين آدم كان مجيل كرو تاس والإسلام كوه كتر وقت سؤال شل بعد وحوي إن شاء الله ما كلت كذب ولا مدو مساجد كا إني نقول دعاء ساء إني نمد دعاء سو وحلا له يلا دعاء سنة ما كسرات ضد ما تفرض ما كنت والله خلك البريرو بل ولد الدعاء ساء محيد دليل هايستان مستاكم الله خيرا. بارك الله فيك. روحانتي برنامج كان كهلين وحوها طلاقة ويو فرنين كيو حكو تعلق، لكن إن شاء الله تعالى ولا أتشوى برنامج كا تشين كا تكشك تاني وحال ويري إن هذا وحي يشغي انجنير كو يشغي إن السمار سادة هين بلس إن شاء الله تعالى كان دعادنا إن شاء الله الشيخ نقود بنا إياه. بارك الله فيك، الله كبارك إبراهيم وإن شاء الله هو لسع. بارك الله فيك شيخنا. أحدان هكا كسي وظهرت وحي كتو كنت تعلق موضوعنا وحا سؤال هكا تعالى شيخنا فرينك وعلى قرتي وننكي أما لبضي قف هشين وايان أيقو أو انت هشين وايان هكو هشيان إن إسفران لو حاوي يبنانك وحاوي يملك لوكا وحدي جرين لوكا وحا إلهي ساقو بلاري لبضي هشين وايان إيه كوكا لنفسان مركا وسائلك لو مرة مثلا فورينكي وحان دونين إن شاء الله تعالى كلا أغانو صدح شيء وصدح واسكو معناها مال اسكو إيمانية سيدا طلاقة خلقها يفسخها يفرقها أولا هي مدول با هي مدول بحكم كلا لنا إن شاء الله تعالى. شيخنا بارك الله فيك. كوزر هو شيخنا طلاقة سأل له شيخنا كاهر مريم تلف مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ها ولا الكسر هو سؤال شاذ. وكل واحد. حية. ولا واحد عرف الشيخ نمبر في ثقافته. إن شاء الله تعالى مركي برنامج كودا ماضه. استوديو سواء مكاسة إن شاء الله تعالى إن شيخ وكل أحد ليه مكاسة إن شاء الله. هاي شيخنا كسي سؤال كاس. بارك الله فيك. خلعه طلاقة وسيدي أصور شاكني خلعيقة وحليرا تصالحان إن مادام ننكا شريعاتو أوديبتي إن أحاسكي سفوريكارو مركا وإساقو الربو وحالة سمييي سيابة كالدوان وقفكي قبردي حدي أي دباتة دارانتو وننكي إسفهمي وايان فرينكينا ايادو اي سنقعان او جرين سيابا كالدوان او اي نباتاس او غبيحي كارتو او اي نينكاس كوكالة تيه كران ايا شريع عادو افرتي داقادة فراو كالد نمارة فرابادن داقادة هاس اي نباتاس او غبيحي كارتا وحاكمي دا هادو نينكي تسالها فرينكي ديدو ان اي سميدو اسفراشو او اي مدحي دي نينكا كايبستو او اي تيرا تسالها وحاسان كسينا اما مهركيان كو عافينا أذوقنا إفر. شيخنا بارك الله فيك. كم جوي هالكاسي خلعي حتى خلعي وتكال لسي وحاخد كوتشي راس عبد الله كسر هالله إياه. سوماليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله كسر ولا بارك الله فيك. هذا تي في قصة قابلنا إياه خير الله كسي. والله لو حن كويدين لها حريش عن مغلي أو شيء ومعني مسخية مهو لكن ولي هاي هلكا لولا ان الدام عاي دبا كجرتا سوك يعانها لغن والكعين دائما. بارك الله فيك. وحديثك يا حوي
هيلب كله أدرى إنه حنون كجرة كجرتو عن هذا يسبق هذا داوي يهين. بارك الله فيك إن شاء الله تعالى شيخك كجواب دهونا بارك الله فيك سؤال كم يضبطها؟ هاي شيخنا واحد مرة سي واحد شرع له بناء سئل ماذا هذا هو قضته كقضته إن نينكي وطلاق هذا هو قضته. مركا سداس تصالحان دعده جوادي نينكي كلها شيء ذا إن وسكفره وماذا هذا أديكو يدونا أي أقلاته تصالحان وح سقو كوكان عاي مركز إن السيدو أما مهركي أن كتخلص أن كعفنا أما وحسن كسينا هتري خلعجة وقاب كاسو كله وح أدي جنتا تصالح قرت هذا حرك كجرو كله أما نر أيسي تو كله قف إنه إسكسي بو كله نين كان حرقي يدا لما يدا إسكو حراي وجرتي إن أي كسي بتو أي كبح ذا وجدده وانساسه كله خلعجة يدا مركو واحد جذنا ماذا حدي خلعجة نوع عاس مركو يهاي وحوس تجا قريب ليرا فسخت وفسخه معهن فرين توسا وننكو إسكيس إن قدام عي مركا فرقه مركا قد أحمرايا فسخه يفرينكا وحيابا دوره يكوكا لبدلينهين وحيكوكا لبدلينهين وحاكمي ذا ننكو هادي حاسكي سوف إيرا هذا وانكو فري هل دلاقان كو فري تسالا هل دلاقا كدعي لكن هادي قبردو أي مدحي ذا فراتو وأي سمعدو وح أي سمعدو وح ليرا خلعة واحد طلاقة مرد عيان سيد الراجحة علماء ده بحسكو هيان مفسخة مسوى طلاق مركز سيد الراجحة هذا رعنا وفسخ معنيه ده وفسخ هدي ليرانا طلاقة نعمة وتصلا أول هدو لهال طلاقة كوكا كان عادي كدي بناء خلع سمعدو هدي دب بحسكو سو جورس ده لبا رجع لبا طلاقة أيو كوكا بدنا مركز تاسو كلو كوكا بدلين وح كوكا بدلين هين شيخنا إيه شيء جدا وح كلو كسي كلو بدلين إن شاء الله تعالى أبح ما لين كشرت وفيل كسر هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبح السلام عليكم ها كسر ولا البارك الله فيك أيه يا ورام سؤال شيخ خير الله كسي هو السلام عليكم شيخ هنا كل يوم ولا وربح ربي إن شهر قرر يدرس بنا هاي والمحسن ولا مركا درس كيدا تلفون كسيف يعني أنا شوف شو سانه يكون مغلا سواء أذوق تيفي كسيف دلس كي علي أنا حاجة بينت وكل شغل هاي مركا محا سلامتا كرمو يعني حتى درس كي وقلوحا كي أو إلي دي باطر علي جين استجل وقعو حتى عم درس كي حقي صلاة حقي عنادة حقي معرفي الضغن كي در كي مغرم عيسا دينع والبوا أنا كوكلا دوان هاي ودادي الله بي ودان كلاي سنة مركا درسي هو أكو أنت معناه هو كان عندك رسالة أنت دي بدأ قلت إن أنا نقول الكريم والله في نوم بقية وأنا ما هتم ما ما درسكم الصومالي مسلمين مية صومالي أم سوادات كله أو أن مسلمين هين وي 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 حاوي وي كبح ذي وح مركز إن شاء الله تعالى شيخنا waxaa kale ku sii waxa tiray ninku laba daqiiqo buu ku qabaya markaas hadii waxa way oo isku heshiyaan dib inay isu guursadaan xayaabaha kale ku kala bedelayeen waxa kamida sidaan oo kale markii fasxigu dhaco ninku awood uma lahan inuu xaaskiisa soo cishado u yira waan ku soo cishaday awood uma lahan meesha hadii isagu xaaskiisa hal dalaqo ku furo awood u leeyahay inta saacadadu dhamaan inuu dhigi karo waa ku soo cishado marka waxyaabo sadaas oo kale ku kala bedelayeen بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خير فاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال ولا الخير الله كسي ولا لو حنا سؤال كان غلا وحوية نكون هدول ده قبل دي سو قبل وده ما حيلا زايرين ما كوها ما فيش كوكب كذي بيا وده قبل ده ما قبل سو مرتي وقبل كلاو وقبل وسو قليو ما حي دين فك قبطان قبل دي من الفرمة سه
يا جزاك الله خير الله وبركة إن شاء الله شيخنا قد بنا سؤال ما دام أيده موضوع لحر تأيضا نقول مرني يا شيخنا لأنك حاس بولي هاي وحلقة يا حاس كلام إيه دبده جرت شيخنا تي هل كان أكو قبيب وحولي هاي هو ما في سبب وتجو ودعوان تي كل حولي هي مقبه مركا مفر ما يساق بعد عص بس وحوي أرنت عص وحوي ما دام عيار بالمودي يا رب كان كرتو ما حوى عياري أما وبين شيء فرمي سامي سامي فرمي سامي 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 حاسكي سي فرين وفري ماهن وبن وشاغي وحو انكري انو حاس لي هي مركا وحسو هزجلي بنتا حارانتا اها اولا شاغو لكن ماهن قاب هدا اي حاسكي سي كفرمي ذو مادام وجدد اي سهدا انو حاس فرو لكن وحو انكري ودي دي انو حاسكي سي حاس لي هي بارك الله فيك شيخنا إذل بالله يكون جهد ها إذل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله برنامج كتبان كتراع ها ولا كسر أبو بارك الله فيك وبرنامج كي سؤالات وصوية وإن شاء الله شيخ وكل مغلا إياه كسر أبو ها ولا على واحد دولي صورها من سبع حشك أو كلا ما مقع إلهي أم با النبي الرسول صلى الله عليه وسلم مركب قرية على قدر تستوى سهل يزوي مركب ما حد يقولي أنت عارف إنه شخصي رئيسي مية ولا على قرية هي بدنا نروح يقولي هو الدين بي إنه هو مستعمل على مركب هذه الدين بتوع كل ساعة أنا أنت عارف حوجة فهم الدنيا ولا على الله كبرك إن شاء الله تعالى شيخ أكو جوابي دون بارك الله فيك شيخنا حتى دي بقول نقطة سؤاله هي نسوي دي ولا لها حاوي كوري قبضان نينكي إبراهيم أولاً درجة سوى عيي سؤالش هاد دوجو نقل ما هي جيم كتاتكم كتاتكم ما قالام سما قالوا هاي أنت هاي وحوي وحصله هي عند علماء وكذا جست ها حسن سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة ها كوسا دوجو علي أتمنى أقول له هاي ولا السؤال ما هو كلاين كوسا سنين إن فرنيكا هاي وعندوني هدير حسكاجا مثلا بنت أسبوع لو كان أتقابو وان كفرة ما دلقت بقى كفرية وعاد فرصة ما لين كتاري حدية حتى ناس يعرضوا واحد كعشرين شو ده أنصح مين يكون قلنا تمسكوا أنصح ما عطلاب كرتان ماشي قلورا بارك الله فيك جزاك الله خيرا هذا كريج الشيخ وهو مرني إن شاء الله تعالى برنامجكم حد لسعة طويلة عليه بارك الله فيكم إنه وكل شباب ينسألك سوى إن شاء الله تعالى ما أنت بظن حتى أنا وحوي وحي موضوع عمرك كهل لأن كنت تعلقة أيام كوهر مرينا مر والبا إن شاء الله تعالى كوه كلام كوه الجن دونا سادر تد شيخنا وحوي حسن حتى حاس كين تسكو حنا غنو هيا هيا لا يكلا كوه الجن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا مقعاقة مقعاقة ومنادية الله يدعو عنك صاحب الله سعودي قابوه ومنادية كسوله السؤال شاذا أبو أنا موضوعي كم صار سنة دلاغ لكن واحد موضوع يلا إنا إذا وجدنا على صلاة شيخ إن شاء الله هيا ولا لو شاء صلاة دمر كان حفتهن صلاة حفته مرمرة بسم الله الحمد لله رب العالمين أنا أقول بالله أرك أمرك وانفسوا علي أمرك سي يعني صلاة دي إذا محا دعوني وقيسنا شيخنا يودي سان ربا صلاة دمر كان حفته والله أكبر ترى كدب مياه صراحة مركا حرصة حتى مركا كواد مركا صراحة صح أو صح مركا لغاد ونسوي استاذو الحمد لله رب العالمين أنك بلا بس إن كانت تقع مركا قدام وكسر عليا أنا صراحة دي قده يدو كجيرو مركا محا لبه إيقارا بارك الله فيك أي بارك الله فيك هيا إن شاء الله شيخ أكو جواب دون إن شاء الله تعالى شيخنا حسن سعيد وحيري أهدا حاسك اسكو حان غضان وطلبه خوفري أتراهو ومانك اللي بات تراهو وكسر عش هذي أنا تاس صح ما نقول بس حوي وذكر الله مراجعته. إن مركي نكو حاسكي سأوفر كدبنا ودمعه إن وسوع شذو سيدا ونعكسن وإن وسميا مرقاتي سيهدو بيتو لوجا جاشانته ولوجا هرتجو إن إسقابسي يو إنكراد يو وين دعده يو مدة ونسي ودعده وحلو بهني هاي إن مرقاتي لسمي لكن هدي نكو يسقو حاسكي سكيرا ونكسوع شذي
sidaas way ku filan tahay oo waxba ma ay dhibaydo guurkiisii uu u sii socon karaa haddii awal ay u harsanaayeen dalaaqada kale. baarak allah fiik. saada asalaamu calaykum waraxmatulah wabarakaatu. saada cali oo hargeysa naga soo wacaysa. walaal kusoo dhawo su-aashaada. haye caafimaad ahaan baa waxaa lagu yiri jaadka iska jooji baa lagu yiri. haye waa garta marka xagga awlaada ayaan maxayda suurtagal aan ahayn ilaa jaadka joojisa baa layidhi magarinta. waa garta dabadeetana furriin ma daldan karaa. in sha allahu tacaala sheekha ku jawaabi doono. barak allah fiiki. saada ayay ahayd sheekhana bal iyadaan ku hormarno. waxaa weye ninka waxaa la yihi caafimaad ahaan baa la yihi ninkaas waxaa weye waa inaad jaadka joojisa asagana ma joojin. arrintaas marka waxaa weye dee noloshiina xoogaa dhib baa ka dhex taagan labadoodii. marka waxaa weye arrintaas ma u banaynaysa inay furriinka dalbato mise waxaa weye wadooyin kale oo in la maro ay tahay sida inay isku daydo kale inay ku qanciso arrintii dhakhaatiirtu soo jeediyeen oo kale kadibna waxaa weeye ay halkaa noloshoodii kasii wadaan sida fiican. bismi illahi raxmaani raxiim. gabadhaas runtii walaasheena oo tiri in ay ninkii iyo iyadu ay runtii isku qabaan oo dhibka ay ku qabtaana uu yahay in jaadka jooji la yiri. haddii uusan joojinna aysan suurtagal ahayn qiyaasta in awlaad lakala helo. waa dhib runtii sababi kara ama u bannay kara in ay furriin dalbato. laakiin marka koowaad waxaan kula tali lahaa gabadhaas walaasheena in ay dhakhaatiirtii warkoodii aada loo sii xoojiyo, culimmadii ay la kaashato, dadkii qaraabada ahaa iyo waxgaradka ay la kaashato, isagii ay waqtiyada aada isku fiican yihiin oo dhagahooda isku furan yihiin oo qalbigooda isku furan yahay ay ku qancido arrintan inuu joojiyo, ay ka shaqaydo inay u raadido wax kasta oo ku saacidaya in isagana dhibaatadaas uu ka baxo, qoyskuna guud ahaan dhibaatada uu ku hayo uu qoysku ka wada baxo, inay arrintaas ay ku dadaasho ayaan kula talin lahaa. haddii ay suurtageli weydo iyaduna ay arrintaas dhibaato ku qabto, diin ahaan way bannaan tahay inay furriin dalbato. laakiin waxaan kula talin lahay marka hore inay soo marto sidaas kaloon u sheegay. wallahu aclam. baaraka allah fiik sheekhna jazaaka allahu khayran. waxaa insha allah laynka ku jirta farxiye oo holan naga soo wacday. asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu farxiye. haa calaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu. haa kusoo dhawo walaal su-aashaada. haa walaalo su-aashayda waxaa waaye wadaadka waxaa rabaa saddex su-aalood inaan weydiiyo. haye kow. ta koowaad waxaa waaye xagga salaada marka oo la weysaysanayo oo weysada yacni qofka dumarkaa timada dheer ee leedahay, marka anoo masar qabo haddaan madaxa korkiisa marsado yacni weysadaas mii jirtaa mise waa inaa saddex mar madaxa aan gelgeliyaa sidii hore dadka dhihi jireen mise koraa ka marin karaa. ta koowaad taas waaye. ta labaadna waxaa waaye maxay aheedo ma ku furmi karaa qofka maxay aheedo laba dalaaqaas kugu furay yacni ma ku dhihi karaa ninkaaga oo yacni ma ku furmataa mise hal dalaaq waa mise laba dalaaqna way furmataa. taasina waan rabaa inaan weydiiyo. ta saddexaad waxaa waaye haddii qofka la furo oo saddexdii bilood cadada ee u dhamaato oo taariikh yacni taariikhdii la furay oo taariikhdii maalinta isla maalinta ay tahay saddexii labaatankii camal oo furitaankii dhacay saddexii labaatankii markay ahayd yacni meher kale oo cusub ma samayn karaa oo qof kaleetan guursanaa. okay gabadhaas ma gabar masalan weyn oo dhiigga ka go-ay baa mise dhiigga waa heshaa? maya waa gabar yar dhiigga waa heshaa. ha waayahay bilaha marka wax lagu xisaabaya waa markii dhiigga uu gabadhu dhiig ama ay tahay gabar yaroon dhiig gaarin ama ay tahay hooyo weyn oo dhiig ama ka dhamaaday oo kale. haddii saddex sheekhan u gudbinaya insha allahu tacala mar haddii ay arrinta dhiigga hesho
شيخ هاد كريجي سينس إن شاء الله تعالى بلاه وحال وحي سابع لكن ها لكن وحوا قف يروى عادي صدني لما ما يلاقي صدني صدح قف دي جنيه شوية تاريخ صدح للبلاد وده ما تعدده مع لنتي صدح اللي بعد تركي ونكي هوري فري أيه كورسيتي صدح اللي بعد تركي كلا تبشي كلا تصدح للبلاد وده ما تعرفته يعني قول كاس صحيح خلاص شيخ اكو جوابي دون ان شاء الله تعالى بارك الله فيك شيخنا هدان كهرين فرحية صدح ذا سؤالات لبدا حسكو حجرنا ان شاء الله طلاقة هرتك بك كوبات لبدا طلاقة مسرع عانو قفت دورك هدايت هدو ننكي ويراهو لبان كو قفري لبدا اسم مسرع عيان ميسا لبدا يمد باه صوحر يسعو حاوي لبدا اسم مسرع عيان تاسو عميد مد لبدا قفتان وقف يرو داد صدناتك كو جرتوي صدح بلود بترسته نينك بكو فراي صدح بلود معانك صدح بلود كو اكيد نينك لما قرسه كرتا مالك وحا باشا كو جرتا صدح ديق ميو بس ما ايمان اوكالي مركا ان شاء الله تعالى لبعا سنكو هر مرنهار سؤاشا كواد جوابتي ذو حي تهي لبد طلاقو علمدا ايو حي اسكو خلاف سيهين حدي نينكو او يرهدو صدح دلاقان كو فراي اما لبد دلاقان كو فراي waxa ku furmay tirada uu sheegay oo saddexda ama labada ah mise halkii marba waxa la ogol yahay hal dalaq inay dhacdo haduu xataa rabo ama asagu saddex sheego ama laba sheego halkaas mar ma hal dalaq laga soo qaada oo laga loo xisaabina mise waxa afkiisa ka baxay ayaa loo qabana culimada inta sidii u badan yihiin waxay leeyihiin nambarka ama tirada isagu uu sheego ayaa la qabana laakiin sida maxkamadaha dawladaha islaamka in badan oo kamida ay xukumiyaan culimada qayb badan oo kamidana ay raajixa ka dhigeen waxay tahay labo iyo saddex hal mar la yiri in aysan aan laga soo qaadayn laba xabo iyo saddex xabo ee laga soo qaaday hal dalaaqo hadduu ninku yiraahdo xaaskiisa labaan kugu furay macnaheedu waxay noqonay hal dalaaqo hadduu yiraahdo saddexaan kugu furay macnaheedu waxay noqonay hal dalaaqo culimadu waxay leeyihiin sida aan loo ogolayn oo kale qofku inuu yiraahdo subxaanallaahi boqol goor hadduu hadda yiraahdo tusaale ahaan subxaanallaahi boqol goor ilahay u qori maayo subxaanallaahi oo boqol xabo ah loo qori maa sababto hal mar uu yiri subxaanallaahi laakiin tirsiu gadaalka ku xijiyay sidaasoo kale ayaa hadduu yiraa waan ku furay saddex goor saddexda waxba kasoo qaad male waxaa loo xisaabinaa hal mar inuu furay labada xabo marka waxay u dhigan tahay hal dalaaqo sida raajixa ah taas laftirkeeda culimmadu way isku diidan yihiin laakiin sida raajixa waxay leeyihiin waxaa laga soo qaadaa hal xabo laakiin culimmada madaahibta intooda badan waxay leeyihiin intii xabo oo uu sheegay ayaa loo qabanaa laakiin sida raajixa haddeer waxaan culimmadu ay iftoodaan lana ayna raajixiyaan in labadaas laga soo qaabanayo hal xabo بارك الله فيك جزاك الله خيرا شيخنا ميدا قبلنا تري وحي تري صدح بلود ما أنا صدح بلود كوي أكيد بين نقول ستي ها وحا أنكو هر مرة خير الله كسي فاطمة وسوي كجر فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام كجر أو دادي وكجر أو وكو إلا بقالة يسكو سوي أبو وحمد سؤالي كلام دادي ما يمقلان سؤالي وهذا كلها الله يا سوري وو سؤال هذا كان خير الله كسي اوكي سو ما غورك سو كم تابسنا ارنتا غورك يا طلاق اي وخي ادو سؤاش هذا ان شاء الله سو قد بيخي كسا ها اوكي واسع ما مرك ما لين طاس ما لين مقلا دو بلا با هو جواب هلا يا سودا ها اي شي وحان ربي ودا تد ان اي شيغان ان نين بان غوسيد متعادشان سنه كور اه ان نينكا مرك غوسنا اي فاميلكينا يو ريركينا ما اوغين ما فانت هايه marka guursay markaas reerkeena ma ogeen waa guursaday shan sano aad ku soo wareystay ninka marka intaanan aan soo bixin keeni ahayd ninkii asoo lacag haysto ima dhaqanaayo masruuf ima siisanaayo ima furaayo calsa wuxuu ogol yahay mare isna dhaqannana ma rabo inuu ifasaxana ma rabo waa marka waa isaga soo tegu waa ku wareer reerkeena ma ogeen sikay furadaanta ima furaayo haddaan dhawaaya aan meel masruufo aan sidii dad qabodiinta say ogoshaha aan maata ku qabnana ma ogola marka dambe sidaas ay igu wardambeysay muddo afar sanaad soo wareystay jawaab barta war meel ku saddex sana galaasaad mala ka soo wareystay maaada jawaab max aan maalan ku sheego iyo wuxuu ku nool yahayna kama warahay marka culimmada maxay ka qabtaa guurkaas reerkeena ogeen asagiina daqanaynin waxna isiineen waxna xoolan u heysto oo ninkaas u diidda ka yimid uu ahaa anna markaas kenya joogan xoolo heysto u ahaa
مركب وحارب العلماء إنه إيه معرفة غير أجر الله كسيه بل إنه إن شاء الله تعالى شيخ قد بين دونا هكذا كلام سعودنا إن شاء الله تعالى الشيخ كوتش وابي دونا بارك الله فيك شيخنا كمادي كون سفحي هذا كل نقض سؤال هذه وحكم ذها إن يتري صدح بلوت مالك إذا ما طيبا كمادا نقول ستي قولك السحمي نقنا إياه مسوا حلو بها صدح بلوت أنت مرة ديك وارد قولي يكون عائتها إن صدح جار دي كدعو أما صدح جار طاهر نقطة runtii mararka qaarkood su'aalaha ay walaaluhu soo weydiinayaan iyagoo waxayna soo weydiiyaan dhinacyada qaar ay mugdi yihiin gabadha marka si guudan uga jawaaba si qofku xaaladiisa isagu uga dhaxraadsado jawaabahaas hadii gabadhaas la furay ay ahayd gabar aysan ninkii guursaday iyo iyada aysan gogol dhaxmarin oo aysan nin iyo xaaskiisa xiriirka dhaxmara uusan dhaxmarin haddii ay qof saasa ahayd ee uun kaliya laysku xiray kadibna lays furay maalinta saacadda la furo kadibba waa guursan kartaa haddii ay ahayd gabar dhiiggu ku dhaco ninkeedana ay maaragtay isla gogol tageen markaasna waxaa la rabaa saddex goor in dhiiggu ku dhaco ay ka daahirsato laakiin la fiirimayo taariikh iyo bishii maalintii ay shanta ahayd la furay maalinta bisha saddexaad ay shanta tahay way iska furmee maahan waa in saddex goor dhiiggu ku dhaco dumarka qaarkood waxaa jira dhiiggu uusan bil walba ku dhicin labadii biloodba mar uu ku dhici karo ama saddexdii biloodba mar ku dhici karo waa in saddex goor ay sugto haddii laakiin gabadhu ay ahayd dadka aan laga sugayn in dhiig ku dhaco oo loogu talagalay in qaabka ay u cuddo tirsadaan oo ay noqdo uu noqdo bilo markaas waay marka bilaha la tirsan karo laakiin waxaa la rabaa in ay haddii ay ahayd qof dhiig ku dhaco ninkeeda iyadana gogol dhex martay ma ay guursan karto haddii aan saddex goor tusaale ahaan inta dhiig ku dhacday aysan daahirsan ma ay guursan karto wallaahi xalo بارك الله فيك شيخنا كل كو دنبيو ان شاء الله ما دام سؤال بدل نو يالا وقتينا و دمادي كل كو دنبيو قبل زينب ليره او كنا سو عايسا مغالا ودن كندا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زينب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سؤال شاد زينب اي والله لو حابه اي شيء قينا ويديو مثلا ثلاثه الصبح هديه هدو كل تقطق على سمعتو كذا ثلاثه الظهر salaad subax ka hor hadaan tukado ama ay hurdo ila tagto ila dhaafto miya maya salaad subax ka hor baa waxaan tukadaa laba raqo oo sunnaa haye marka haday hurdo ila tagto salaad subax marka waqtiga aan ko marka salaada tukado kadib sunnada ma tukan karaa la rabay inaan weydiyo allah ku barakee barakallahu fiik insha allah taala zainab baheedo zaashi ugu dambeysay qofkan ka qoreyno insha allah taala su'aalahaas aan dib ugu noqdo marka insha allah zainab su'aasheeda sheekhana soo gaabi waxa way laba raqacay sunnada ka dambeeyay ka horeeyay salaada fajrka hadii aan hurday la tagto salaada kadib ma tukan kara sida saxda waxay tahay salaadii qofka dhaaftay oo hurdada ku dhaaftay marka ay soo qaleeynaydo way la soo qaleeynaa wax alle wixii sunna ah oo salaadaas ay wadatay subaxa labadiisa raqaco markii ay soo qaleeynaydo iyagana labadii raqaco oo sunnadaana way raacsinay جزاك الله خيرا ان غبدا waxay tiri in Fatima oo suuga ka soo hadlaysay waxay tiri nin baan guursaday shan sano ka hor reerkayga ma ogeyn waxaan arin dhacdo weeyo oo dhibaatooyinka jira gabdhuhu markay dhoosii dhoofayaan mid baa lugta ka sii xirta marka ninkii waxa tiri shan sano ka hor reerkayga ma ogeyn baan yaninka guursaday in waxa ka muuqan su'aasha inay leedahay intii aan meesha joogay waxa weeye dhigid iyo daqmid labada waa diiday asoo saas ahaa baan ka soo tagay afar sano ka soo wareegtay waa raadiyay meelna kuma ogi
maxaa xukunkayga noqonayaa seen yeelaa? Runtii gabadhaas walaasheena waxaan leenahay ilaahay maaragtay dhibkaas ay ku jirto ha ka saaro, laakiin gabdhaha kale oo walaalaheena oo na maqlaayo ayaa waxaan ku baraarujin lahaa guurka aan sida saxda ah u dhicin oo mugdiga ku dhaca, oo tusaale ahaan iyadoo cid ogeed aysan jirin la ismaharsado. dhibaatooyinka ka dhasha oo aan maalin hore kasoo sheekeynay ayaa waxaa ka mid ahayd sidaan oo kale. Marka waxaan dhihi lahaa dadku ha ka digtoonaadeen oo gabdhuhu yaysan ku sirmin war macaan oo la malabeeyey oo hadhoobayto aan wax dheef ah iyo nafciya iska dambay doonin iyo isku sirmin. Waalidkii iyo walaalihii iyo dadkii walaayada hayay iyo ehelkoodiina yaysan ka tilaabsan oo yaysan xaqii ay lahaayeen duudsiin oo aysan dhaafsiin. Marka waxaan dhihi lahaa haddii qof walbaaba shareecada intiisa uu u hoggaansamo dhibba ma uusan dhaceen, hadduu dhacan dhibna wuxuu noqon lahay wax un wax laga qaban karo. Haddaan gabadhan usoo gudubno arrinteeda, ninkii haddii ay inta isguursadeen sidaas isku qabi jireen, hadda waxba loo fiirin maayo markii hore in arrintu mugdi ahayd. Iyo in kale haddii qoyska inta mugdi lagu aasaasay oo mugdi ku dhaqmi jiray, hadda lama dhihi karo markii hore khaldanaa sidaasba aan ku kala joogno lama dhihi karo. Maadaama dadku ay isqabeen oo isbanaysteen, waxaa la rabaa inay si saxa hadda ku kala tagaan, laakiin kuma kala tegi karaan. Markii hore ayaa wax un yar khaldanaayeen. Sidee marka ay gabadhaan xalkeedu noqon karaa? Xalkeedu wuxuu noqon karaa haddii ay Kenya joogto ama ay Kenya tagto inay maxkamad tagto oo magaciisii iyo maaragtay meelihii laga heli jiray ay gudbido, maxkamaddu raadido. Haddii la waayo oo ay suurtagal noqon weydo ninkaanu ay caddaato inuusan ahaynin dhaqid diyaar u ah inuu yahay, markaas waa laga fasaxa. Haddii aysan halkaas hadda joogin oo Yurub joogto, waxaan ku la talin lahaa inay tagto maraakiista waaweyn oo dadka ahlu cilmiga ah oo cilmiga yaqaana ay joogaan. Maraakiistaas waxay awood u leeyihiin in ay dadka ahlu cilmigaahu, maadaama aysan jirin maxkamad islaamiya oo dhibaatadii dadkan qabsata oo xagga guurka ka qabsata kala bixi karta, maadaama dadkii aysan haysan, maraakiistu iyaga ayaa hadda matalayaan waaweyn oo dadka ahlu cilmigaahu joogo oo dadku ku xiran yihiin oo dadku kalsoonida ku qabaan. Iyaga ayaa booskii jooga. Iyaga ha u tagto, ha u bandhigto arrinteeda. Haddii ay u caddaato in meeshan aysan dhaqid ka suurtagelin, isqabid aan sidii shareecada waafaqsanayn oo sidaan oo dhibaato uun keliya laysku qabo, waxaa dhaanta in la kala saaro. Marka waxay awood u leeyihiin maraakiis badan oo Yurubta intaan ogahay ku yaal, in haddii ay u caddaato in meeshan aysan dhaqidu ka jirin, ay gabadhaas iyagu ay ka furaan oo ay ka fasaxaan, ay awood u leeyihiin. Marka laakiin iyadu iskama fasaxmi karto iskeed oo ma dhihi karto anaa, maadaama aan ogahay inuusan isiin masruuf iyo marashi, aniga maratay sidaasba ogba dhibaato inaan qabo oo sidaas uga fasaxan iyadu ma dhihi karto. Fasaqaada laba qaybood waayo, qaybna gabadhu uma baahna inay qaali u tagto oo iyada isfasaxi karta, qaybna waa inay qaadi u tagto iyo meel maraakiistoo kale. Marka qaybtaanu waxay ka tirsan tahay midda aysan soo gabadha suurtagalka u ahayn inay keligeed iyadu ay go-aan ka gaarto, oo waa inay u bandhigto dadka maraakiista culimmada joogta, oo iyagu markaas ay haddii ay u arkaan meeshan wax maslaxa ah iyo guur sii socon karaa inuusan jirin, iyaga kala dadkan kala xallinayo oo kala bixinayo. Haddii ay u arkaan in hawshii hawl laysku wadi kara ay tahayna, iyaga insha allahu tacaala arrintii usoo dhameynaya. Haddii la ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu tawfiiqda waafajiyo. Aamiin, barakallahu fiikum. Waqtigii run ahaantii waa dhammaaday oo weliba waqtigii waa la dhaafnaad mudaa waqtigii lagu talagalay. Su-aalo badan oo aan mawduuca calaaqo la lahayn baa ayaa noo dhiman oo meesha ku yaalla. Su-aalahaas insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa biidhn illahi tacaala raggaas horta dadkaas iga raali noqda, gabdhaha iyo nimankaas su-aalaha soo weydiiyey. Ibraahim ugu horreeyey baa ka mid ah su-aashiisi, iyo cabdullaahi oo hilibka lo-da soo weydiiyey, iyo dadkaas oo kale ah marka, iyo dad salaada ka hadlayay, iyo kuwaas insha allahu tacaala waxaan rajeynaya wiiga soo socda baan insha allahu tacaala qaadanaynaa barnaamijka isaga ah.
وحيقابل إن شاء الله تعالى أنت أن كل من البرامج كذا جمعنا تسعة هدية الله يدمو شنطة قلب النمو أيان سوقل دونا بإذن الله هي وحن الله هي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.